الله أكبر شوقنا وهاج وعيوننا بالدمع حبا هاج لبيك يا رب الورى لبيك جاءتك من كل الدنا الأفواج يرجون عفوك يا إلهي إنهم عطشا وكفك جوده سجاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عيدية إتقان الجزء الثاني. اليوم الحلقة الثانية، سنقوم بالسحب بعد قليل إن شاء الله تعالى على 100 ريال، لكن اليوم لدينا سؤال على 200 ريال. 200 يعني 200 هذه كم؟ سؤال على 200 ريال، مستعدون؟ السؤال هو الأمانة جميل، فكرة مبتكرة. سنعرض مقطع صوتي لأحد المؤثرين في هذا العالم الجميل. طيب بس أتأكد، سأعرضه أنا لفترة بسيطة لكنه كافي لمن يعني كافي إنه الإنسان إن شاء الله يعرف صوته، ولعله إن شاء الله أيضا المخرج يضع لكم صوت أيضا حتى تكون جودته أفضل. طيب نستمع. أعطف عليهم لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب، السعادة بكم ريال موجود في جيبك. أنا أعتقد أن السعادة تحصلها في قلبك. طيب طبعا هذا رجل معروف جدا، من أكبر المؤثرين في العالم بشكل عام، وهو شيخ الله يسعده يعني طيب أسلم على يده الملايين، أسلم على يده الملايين، وشيخ يعني مشهور، هو من دولة خليجية. طيب وان هو يعني بصراحة يعني مؤثر جدا جدا، جزاه الله خيرا. طبعا اكتبوا اسمه في التعليقات. اني حققت اشياء كثيرة، ولكن مو معناها اني حققت كل ما اتمناه، لان من اوصل الى قمة ارى ادور وينك قمة اعلى، نعم، وانظر لها واطلع الى اني اوصل لها. وهذه حياتي من كان عمري 5 سنين ما شاء الله، كان يسموني مطوع. عمري 5 سنين. حلو. وأعتقد أن القيم اللي عندي والمثل اللي عندي حتى لو حققت في قيم ومثل أعلى أطلع لتحقيقها. عسى الله يوفقك ويجعلها في ميزان أعمالك. أنا سعيد 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 جدا في هذه الحلقة. أسعد الله وأشكرك يعني على رحابة صدرك، وأشكر السادة المشاهدين لمرونتك معنا، وعسى الله يوفقك ويجعلها في ميزان أعمالك. ما عندي كلام أقول أكثر من كذي، بس أبي أبوسك على رأسك إذا تسمح لي. الله يرضى عليك. إذا تسمح لي ولدك. الله يرضى عليك. وأبوسك على رأسك. لا حول ولا قوة. لأنك بالفعل قامة تستحق أن الواحد. الله يبارك فيك. أنا هذه بوسة ولد لأبوه. الله يكرمك. وبالفعل أنت إنسان ضربت مثل، أتمنى من الله أنت قدوة. وقدوة يعني يعجز اللسان عن وصفها. عسى الله يوفقك إن شاء الله. مشاهدنا إذا تحب تقول وتضيف شيء الكاميرا لك. جزاك الله خير. طيب الآن نبدأ السحب إن شاء الله تعالى. ثواني. بسم الله يقول الشيخ محمد ناصر العودي رحمه الله تعالى. ألف مبروك مبروك العيدية، 100 ريال لبحثة لولو، فمبروك. وفعلا إجابة صحيحة، هو الشيخ محمد ناصر العودي رحمه الله تعالى. الفائز يتواصل على الرقم اللي سيظهر في مكان ما في هذه الشاشة الجميلة. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، وفقكم وغفيكم. هذه الحلقة الثانية، وإن شاء الله غدا نسحب على 200 ريال. انتظرونا. شكرا جزيلا لكم. إلى اللقاء.